النجم الرياضي الساحلي والمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. صديقي من الأصدقاء اللي نحبهم، من الأصدقاء اللي نعتز ديما اللي نعمل معهم دي انترفيو، برغم اللي هو ينبر عليا ويقول كي ندخل الكنوز نحس الجنون نتاع ريم حاضرين لهنا. مكرم بالرمضان صديقي، مرحبا بك، شنو احوالك؟ بون اني 2017 وكل عام وانت حي بخير. عايشك، ميرسي بوكو على الاستضافه اللي خارجه الاستوديو نتاعك. دونك عام جديد ان شاء الله يكون عام باهي للتوانسه الكل وجمهور النجم هذا الساحلي وعائلة كرة السلة في تونس. على ذكر البارح ربحتوا، البارح على الفيسبوك نتاعك دونك هبطت تصويره بعد الفوز في المباراة الفاصلة والفوز معناتها بنقطة الحوافز قدام النادي الافريقي في الجورجاني، ما نعرفش حسيت فما ميساج حبيت توصله بالتصويره هذيك، خاطر دابيتود انت معروف ديما باللي كلاش نتاعك. حسيت ما عملتش كلاش، ما عملت كلاش بالتصويره، نعم ام لا ساعة؟ والله هو مش كلاش حتى شيء، هو ام بي ميساج حتى ظاهر مكتوب باللونجلي، معناتها الجروب هذا ما يحبش يحكي برشا، معناتها يخدم في سكيت ميساج، معناتها ظهر الناس الكل، ما يخص حتى نادي في تونس ولا ما يخص حتى فريق ولا ما يخص حتى لاعبين. ميساج للعباد اللي شكت شويه في الجروب هذا على خاطر خساره على خاطر نيفو خايب برشا، حبينا نقول احنا رانا نخدموا في سكيت، ما نحبوش نتكلموا برشا، راهو كي نربحوا نادي الافريقي ولا اكس ولا ايكريك في الشامبيون راهو ماهيش فرحه بالنسبه لنا احنا، راهو ما الا ماتش معناتها في بوست سيزون، نجموا كيما نربحوا نادي الافريقي كيما نخسروا نادي الافريقي، احنا المهم نتاعنا في فان سيزون ما يهمناش في ماتش عادي. سؤالات دايقة يا نقال، وقتاش نرجع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. صباح صباح. هم يتفرجوا عليك صغار، هم تفرجوا صغار يحبوا الكلب من برا، هم هذاك علاش كلها مركزة مع الكلب. كلها مركزة مع الكلب. فوزي مغادي، شفت كيف غير ضحكوا لي، بكره فيديو احساس بزاف. مو مرة بدي تركز معي في الكلام. نحن في رونبوان رزقي، جانا اوديتور قال راهو اليوم عيد ميلاد مرتي، حاب نسلم عليها معنا. السلامة ريمان، مرتي ريمان، اسمي مصطفى. اي سيدي بعيد ريمان، عيد ميلادها اليوم. اي قول لها كل عام هي حي خير. اي وصلى ديما مع بعضنا وربي يخليها ولولادها. يعيشك ربي يخليكم انتوما وربي معك. ربي فضلك ومرحبا بك يا سيدي. مرحبا بك وان شاء الله تكون عام خير. عسلامة مدام، مرحبا بيك، شحوالك؟ سافا جويز انيفرسير، كل عام وانت حي بخير يا الله. ومكرم برمضان زاد يقول لك جويز انيفرسير، كل عام وانت حي بخير. نسلم على رضوان سليمان متعدي بحذانا دونك مرسيدس تونس 163 57 14، الرجاء من قاعة العمليات توقفوا في رونبوان البورا ولا رونبوان السمارة خاطر ما عندوش دينير هكا ولا ما عندوش فينيات لاسيرونس. لا فينيات لاسيرونس انا ديكلارين عليه. هو اهم حاجه احنا في النجم هذا الساحلي فرع كره السله، معناتها من اول ما تحطوا لي باز معناتها باش كونوا فريق معناتها ناجح وينافس على القاب الكل، قلنا لازمنا نعملوا كل واحنا لي باز اللي هما موجودين في النجم الساحلي هما اللاعبين نتاعو، معناتها النوايو دور نتاع ليكيب اللي هما سبعه ولا ثمانيه كيفات. عايشك فوالا. دونك تونس 136 65 30 بولوت عدد تسيح، قالوا يا مكرم وين حبوك راجل بالكوستيم تاعو فما من خدمه خرج. حبوني دونك كيما قلت لك ما تعملنا نوايا دور في يعطي الصحه الساعه الداخله نتاعو برشا عباد راهو هكا يحرضوني في كيس خاطر كيما قلت لك سميهم ميساج قول تاكسي 1200 الغرام تاع ليتوال ساعات يحب العباد معناتها سافي بليزير ديما الواحد يشرى العباد هكاك. دونك كيما كنت نحكي قلت لك النوايا دور نتاع ليكيب هو 7 ولا 8 جوارات بنينا عليه نفس المسؤولين نفس الاطار الطبي نفس الجوارات، دونك كل عام قعدنا نخدموا معناتها بنفس كل احنا الشيما اللي اطرناه، دونك فما كنجم هذا الساحلي ما لقيناش مشكله في حتى عام كونه مثلا ننافسوا ولا ما ننافسوش، معناتها نفس ليكيب نفس الاختلاف فين؟ الاختلاف كونه ماهوش كيما 2000 نقول احنا 2011 2010 النجم توج بطولة افريقيا وتوج بالكؤوس توج ثنائي، كان فما ما تاع المستوى اللي نقولوا احنا المحلي ولا القاري كان فما ايكيب اثنين تنافس فيه. توا تبارك الله ليزيكيب كثروا فما ديزيكيب عملوا رونفورسمون، توا ترى مثلا كيما نادي الافريقي ولا نجم الراتس ولا اتحاد منسيري ديزيكيب معناتها او نيفو يجيبوا ديزوارات معناتها دو نيفو، معناتها المنافسه ولات ما عادش ما عادش مخصصه كان النجم هذا الساحلي اللي هو معناتها الفافوري باش يكون طول النجم هذا الساحلي الكيبر باتر الناس الكل تحب تربح النجم هذا الساحلي. مالوغوزمون تعرف احنا شنو مازلنا انا باكوتشي بالكدا، احنا باكوتشي لسبري دو جو، معناتها انا كي نمشي بعافل عسلامة زينة بيبي تعفون سمباتيكا على الخير والجمعية والجمعية هاي لبس ماريو النجم الرياضي الساحلي قد ايه عمره؟
عمره عام وثلاثة شهور. عام وثلاثة شهور. ربي يفضله لك. نهار التولد لبسناه كيني متاع التوال. نهار التولد لبستوني التوال ما كرم قالك. اوه ده كان قلت لك العقلية اللي نحكيك عليها المطريتين بتاع العميل ماذا ربي فضله لك يا سيدي وما تحطوش برشا في السراد يلا اقصد ربي وربي ربي فرحك بي ان شاء الله مرحبا بي يعيشك يعيشك نهار الماتش كيفاش تبدا نفسيتك عادي على الاخر من بالنسبة ترقد في الليل نورمال لا عادي على الاخر نرقد ما عندي حتى اشكالية خطر قلت لك فما ريتويل نحضروه معناتها نتاع اونتر مون صباح نحضروا لي بوان تكتيك نتاعنا الكل. هذا من الساعه هو يدور وشيخ وماهوش حاب يسلم فينا يا خويا. مرحبا بيك. مرحبا بيك. ما يرقدش قال لك اسمك ما ترقدش يا مكرم قال لك شنو ترقد هذا؟ قال لك كيفاش تقول نرقد ليلة الماتش؟ لا نرقد اما يمكن قال لك ولد الجمعيه ما يرقدش معنا. لا نرقد اما ريتا وهي حاجه طريفه تصير كما هكا اما العباد كيما هذوما ما يخلوش نرقد معناتها من كثر ما يحبوا الاتوان من كثر ما لا رجع لك بالكهرباء ما تغشش قال لك شنو ترقد؟ ما ترقدش يلزمك ما ترقدش قال لك نهار الماتش نرقد وقتاش ساعات ما نرقدش صحيح كي نبدا متقلق نخسر ماتش ولا حاجه ولا واحد يخمم يقول شنو عملت تكه ولا حاجه اما نحكيو اون جينيرال معناتها نحضروا ماتشاتنا كالعاده معناتها نعملوا سكاوتينغ نتفرجوا على الادفيرسير نحضروا لي شيما نتاعنا الخدمه نتاعنا تصير في الجمعه على طول الجمعه دونك نهار الماتش باش تلعب كون احنا كان قبل كان عندنا كوتش ربي يخليه سيدي ذا العبيدي كان يقول لنا الماتش ستان كوم ان سبيكتاكل معناتها باش تجي تعمل شويه باش تعمل مسرحيه ولا باش تعمل عرض نهار السبت دونك العرض هذاك لازم تقدمه كيما 100% يمكن احنا في كي نحكي مع كره السله نحكي على كره السله كجواريات ما عندنا حتى اشكاليه في الربح والخساره ديما في حتى اي كيب معناتها سواء اي نادي في تونس علاقتنا بها ناكد حتى عملناه اليوم كان خسرنا نحن لقب سلموا عليك زوج صغيرات ما غاديك اقول لك على السلامه على السلامه على السلامه على السلامه يا تحفون سافا لبس عليك اي يمكن قلت لك معناتها احنا في كجواريات في بعضنا معناتها لان مختلف لي زيكيب حتى في كيب ناسيونال نعيش في جو تحفون على حتى عملنا مثلا خسرنا البطوله بعد خساره البطوله هبطت معناتها للستير نتاع النادي الافريقي هنيت نقولوا احنا الانترنور والجوات اللي معايا في ليكيب ناسيونال نعرفهم وهما كيف كيف نهار اللي هزينا نحن الكوب معناتها بعد الاتحاد المونستيري هناوني كي هزينا الشامبيون العرب الاخرانيه هذيا اللاعبين نتاع الاتحاد المونستيري نتاع العرب نتاع الكوب كل كالموني دونك الستانديك بروفيسيونيل في الباسكيت اللي ديفيرون على لي على لي سيكسيون اللي مختلف على الاخر انا هي التجربه اللي تراها خير من الاخرى ولا شنو خاصيه كل تجربه جو سي با نتصور زوج مهمين صحيح زوز مهمين وكل حاجة عندها معناتها اكسبيرينس واحدة قبل نسمع مثلا أي جوار مثلا في الفوت ولا في الهون يقول لك ساعات يمشي وما ينجحش ولا يفشل في تجربته واحد ماهيش معناتها يفشل مش رياضيا راهي الحكاية كل مرة معناتها مونتالمون كون واحد يمشي يعيش لبرا وحده ما يلقى مع شكون يحكي ما يلقى مع شكون يتكلم ومش نفس اللغة لازمك تقرا لغتهم باش تفهمهم هما باش يحكيوا معاك باش تمشي تولي طيب وحدك وتغسل دبشك وحدك وتقوم وترقد حياتك كل راهي تتبدل كريمون معناتها تولي تمشي تقضي وعندك مسؤوليه اخرى باش تمشي طيب لفطورك وتحضر روحك قبل دونك تجربه كانت صعيبه على اللي على الاخر سورتو البلان معناتها المونتاني قويتني في شخصيتي خلتني نكون انسان اخر معناتها نصور روحي توا كان نخرج حتى كان نعيش وحدي واحد في بلد اوروبي ما عنديش حتى اشكاليه خاطر ديجا الاكسبيريونس هذيك كي المصاري عندهم حاجه اللي ممكن ما تفهمهاش برشا عباد اللي هما شالوغو معناتها ياسر يحبوا العباد وياسر يفرحوا بالعباد معناتها كنت عايش غادي كل نهار يهزني يخرجني واحد نتعشى ونمشي يهزني نعمل قهوه معناتها ما نخليوكش تقعد في الدار اصلا معناتها كل واحد يحب يفرح بيك دونك عام كان بارفيت عرفت برشا اصحاب باهيين تو يكلموا فيه تو كل ما يجيو معناتها فما برشا عباد تو ليزيكيب تكون نلعبوا فيها سبورتينغ براتيكمون كل عام يجيو مرتين ثلاثه تونس يعني حتى الاستاج نتاعهم سي بيان اونتوندو كان جيت معزوفه مكرم معزوفة قلت أي معزوفة من معزوفات بيتهوفن كان جيت رياضة كرة سلة مش كرة سلة كان جيت ماكلة برشا مرخة لودي أفون مرخة لودي المخيز ديما نطعمهم نحبهم برشا نعمل لي دي كونسيي باش تاكل بالخبز والمراقية ما نحبهم برشا كان جيت وسيلة نقل بوينغ اي فرد من الطيران كان جيت قوة خارقة بوفوار ان بوفوار خارقة سور ناتوريل سور ناتوريل معرفش يمكن انفيسيبل جو سي با شنو تكون
طير طير ولا نطير. نحسك تحب عالم الطيران. ياسمين مأثر عليك. مأثر عليك. بوينغ نطير. نطير. فيسبوك كله يطير. ممكن نهار طيارات. هو الطيران حاجة ليبرتية معناتها. رغم إني معناتها ما نحبش برشا الالتيتيود، ما نحبش برشا الأماكن العالية، ما نحس كي يبدا واحد يطير يحس بأكثر ليبرتية. نتمنى لك موسم طيب، إن شاء الله موفق، إن شاء الله 2017 لكل تتويجات وكل ألقاب، مزيد من النجاح على المستوى المهني ومزيد من الاستقرار والسعادة والصحة على المستوى الشخصي. عايشك، ميرسي بوكو. إن شاء الله كل واحد عنده روحنا أمنيات في 2017 الله يتحققوا له، وإن شاء الله تعدى عام باين في شي حتى مشاكل للتوانسة كل. ميرسي بوكو على الاستضافة، سافي بليزير.